دي فوق فورورد ودي على طول نمعو. النيران الصديقة تأتي الرياح بما لا تشتهي. معلش معلش نروح، ده هدف أول بعد 12 دقيقة. الكرة خبطت في الدفاع، اعتبرها ان رقم 2 نايل كاباناس اللي لعب الركنية هو اللي أخدها، هو راجع مسجل أول الأهداف. ودي الركنية اتلعبت وتخبط الكرة في راس مارادونا. معلش يا مارادونا، جات اكتر من رايحات، بنتعلم ياما ياما حاجات كتير قوي بنشوفها. معلش هي خبطت اهي، عفوا. قدر الله لفريق سيلتا فيجو. شايفين حتى الاكاديميه اللي بتلعب في البطوله عامله زي منتجع رياضي، يعني في ملاعب، في اماكن ناس قاعده تحت الشماسي قاعده بتستمتع. وادي مردوده الكوره من محمد السيد وبيسجل فيها اللاعب رقم 15 ديفيد باريرو. لا هو ده عمار تقريبا اللي واقف، عمار هو اللي نزل، عمار مصطفى حارس الاهلي اللي غير، وباريرو ديفيد باريرو بيسجل الهدف. ادي ملعوبه من سلجادو، ترد من عمار ينزل ويحطها، نموذج جميل اهو اهو، على طول نزل وسجل هدف، هدف حلو. بيتقدم سيلتا فيجو على الاهلي